أنا هون لأني أبو الولد، مش لأني رجل سياسي أو رجل دين أو رجل أي شيء. أنا هون أبو طفل انتهك حقه هون. وفي عائلات بالنسبة إلي موجودة في البلاد هي الأحق إنها تفهم شو اللي بصير. كلهم هناك بتطلعوا شايفين الأعلام مرفوعة ومش عارفين مين اللي رفعها، هو عربي ولا مسلم ولا أمريكي ولا يهودي. قضية حماس وقضية غزة هي قضية عالم، مش قضية بلد وبلد. أنا أصغر من إني أحكي عنها، وبتمنى إنه ابني يكون هو رصاصة اللي من خلالها تنحل هاي القضية. When he was dead, his last words to his mom: "Mom, I'm fine. You know what? He is fine. He's in a better place."